نعمل مع بعض بسكويت الايس كريم الاقتصادي بطريقه سهله جدا. خليكم معايا عشان تشوفوا الطريقه للاخر. لو اول مره تشوفوا القناه ما تنسوش تعملوا سبسكرايب ولايك وشير للفيديوهات. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، اهلا بيكم يا حبايب قلبي في قناه ديك البرابر. النهارده ان شاء الله هنعمل مع بعض بسكويت الايس كريم، هنعمله بطريقه اقتصاديه جدا وبمقادير متوفره عندنا جميعا. هنعمل النهارده ان شاء الله بسكويت الايس كريم بدون بيض وبدون مكنه. المقادير اللي معايا كوبايه دقيق، كوبايه ميه، ربع كوبايه زبده سايحه، ربع كوبايه سكر بودر، معلقه كبيره نشا، وكيس فانيليا. نبدا ونسمي على بركه الله. بسم الله. اول حاجه معايا الكورنيه او القرطاس اللي هعمل عليه البسكويت، عملته بالكرتون وغلفته بورق الفويل زي ما انتم شايفين كده. اي كرتونه هنعملها قرطاس، المقاس اللي انتم عايزينه هخليه على جنب. ونعمل مع بعض عجينه البسكويت. هنزل كوبايه دقيق عليها ربع كوبايه سكر بودر ومعلقه كبيره نشا كيس فانيليا، وهزود رشه صغيره قرفه، رشه صغيره كده. هنزل بربع كوبايه زبده سايحه، هنزل الميه وهقلب الخليط كويس جدا لحد ما احصل على قوام سائل جدا. هقلب كويس لحد ما المكونات تمتزج مع بعض وما يبقاش فيه اي تكتلات. دي اسهل طريقه لعمل بسكويت الايس كريم، اقتصادية جدا والطعم ما يفترقش عن الجاهز. خلاص قلبت المكونات كويس جدا لحد ما بقى معايا القوام سائل زي ما انتم شايفين، حلو قوي. هنروح على عين البوتاجاز وهنحط طاسة تيفال او طاسة جرانيت، تكون طاسة ما بتلزقش. حطيت الطاسة على نار وسط، الطاسه تسخن. هنزل كاني بعمل كريب، بحاول افردها في كل الطاسه. كده بالمنظر ده هسيبها تاخد لون من تحت وبعدين هقلبها على الوش ده. اول ما تاخد لون هنقلبها مع بعض. خلاص اخدت لون، هقلبها على الناحية التانية وهسيبها تاخد لون. واول ما اطلعها وهي طرية هلفها على الكورنيه او على القرطاس. خلاص تمام كده البسكوتة، هطلعها وهلفها على الكورنيه وهي سخنة اهو زي ما انتم شايفين كده. لازم هظبطها واسيبها تنشف وهتاخد شكل الكورنيه. اخلص الكمية اللي معايا وبعدين هوريها لكم. اهو يا حبايب قلبي بسكويت الايس كريم الاقتصادي بعد ما خلص. بصوا شكله جميل ويفتح النفس ازاي ومقرمش جدا. هسيب لكم المقادير في صندوق الوصف. لو عجبتكم طريقة عمل بسكويت الايس كريم الاقتصادي ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو واشتراك في قناة ديك البرابر. اشوفكم في فيديوهات تانية. سلام.